السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد مع قناة الكارز. اليوم إن شاء الله غنصور لكم من مجموعة من السيارات كما كتشوفوا معنا. صور لكم مجموعة من السيارات كاملين متوفرين للبيع. أتمنى أنك نحط لكم أولية يعني قابلة للنقاش. اللي بغى شي حاجة كما دائما وسائل التواصل الاجتماعي ديالنا غتلقاوهم لتحت، غيطلعو لكم دابا. فلكم تخلو تشاركوا معنا تما، دخلوا عندنا الباج انستغرام فيسبوك. المهم نضربو الكليرة اللي عجبكم داكشي. اشتركوا معنا في القناة اللي عجبكم المحتوى وطلع تحت. النمرة ديالنا غتلقاوها في الفيديو. تواصلوا معنا، احسن تواصلوا معنا يا ديريكت ولا في الواتساب، فهيدا باش كنجبدو عليكم في اسرع وقت ممكن. مرحبا بكم كاملين، خليكم مع الفيديو. اول سيارة معنا اليوم هنايا سيارة ليون 2021 اونبورتي، ضربة 31000 كيلومتر، ثمن ديالها 38 مليون. لا تيغوان 2021 حتى هي ايرلاين اونبورتي، ضربة 10000 كيلومتر، ثمن ديالها 58. حتى هو الفيديو ديالها غيطلع لكم فوق لو تتفرجوا في ديتاي اكثر. هنايا اي 30 هيونداي اي 30 2018 اوتوماتيك، ضربة 146000 كيلومتر، ثمن 16.5. مرسيدس سي 220 2014 اون بورتي، ضربة 230000 كيلومتر، ثمن 26.5. فيديو كنا ديجا عملنا عليه واحد فيديو كنشرحوا فيه لي ديتاي ديالها، هو يطلع لكم الفوق يمكن لكم تفرجوا فيه. سيتروين سي 3 2021 شهر 12، هذه بقى لنهار على 2022، عامرة، ثمن 16.5، ضربة 10000 كيلومتر. كينا سيات ليون 2018 ضربة 110000، ثمن حتى هي فيها 16.5. كينا الاي 30 هيونداي اي 30 2016 ضربة 30000 كيلومتر، ثمن 16.5 حتى هي. كينا عندنا هنا مرسيدس سي 220 2013 اون بورتي، فيديو هادي تاهي كنا عملنا عليه واحد الفيديو، ما يطلعو لك التفاصيل ديالها تما كاملين، يمكن لكم تفرجوا فيها. كينا داسيا لوغان 2016 ثمن ديالها 7.5. كينا عندنا الفراشة هنايا 2011، بزاف الناس كيسولو عليها، 2011 اون بورتي، ضربة 160000 كيلومتر، ثمن ديالها 21. هادي بطبيعة الحال باكا ام جي كما كتشوفو، تبارك الله مجبدة، بلاكة رباطية فيها كما كتشوفو. خليونا رأيكم في كومنتار. عندنا الكادي 2021 اوتوماتيك، ثمن ديالها 25 مليون، سيارة مازالها جديدة كما كتشوفو. كاين هنايا الفورد سي ماكس 2014 تيتانيوم، ضربة 170000، ثمن ديالها 13.5، موديل 2014. واخر سياره معنا هنايا سي 3 2018 54000 كيلومتر، ثمن ديالها 13 مليون. وهادشي اللي كاين، هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. اللي بغى شي سياره من هادي ومرحبا بكم تواصلوا معنا في النمره، عيطونا نعطيكم المعلومات اللي بغيتو. ومرحبا بكم جميعا، هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم. كان معكم اسماعيل من قناة عبد الحق كارز، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.